لكن زي ما حضرتك عارف المسلسل قديم قديم جدا قديم من اول يوم من اول يوم. حضرتك لو تذكر في 2014 اول ما ظهر السوفالدي وبدا مصر تجيبه اتعملت حمله ممنهجه جدا لدرجه ان كان فيه اتنين قاعدين يلفوا على كل القنوات. صحيح. قلت لحضرتك ايامها وقاعدين يطلعوا من القناه دي يروحوا القناه دي يقولوا ايه؟ يقولوا انه الدواء ده مش معترف بيه، الدواء ده بيموت، بيجربوا فيكم يعني، لان هم عارفين ان ده علاج فعال، فكانوا خايفين جدا ان الدواء ده يخش مصر ويستعمل على نطاق واسع، لان نتيجته هتبقى زي ما حصل كده فرحة وبهجة كبيرة جدا، مش لمليون ومتين الف، وصلنا مليون وتمنمية الف كمان. يعني احنا نقترب من الاتنين مليون. اتنين مليون مواطن مصري، مليون وتمنمية، يعني اتنين مليون مواطن مصري عدوا من دي اخر الاحصائيات اللي موجودة في وزارة الصحة عندنا، عدوا من شط المرض لشط الصحة الكاملة. العالم كله ما عليكش 600 الف. انا لسه جاي من سنغافورة، العالم كله ما وصل لسه معدي النص مليون، العالم كله، وانت في وانت ومصر بس ثلاث اضعاف داخله على مليون و800 الف. الاشاعه بقى بدات من انه ده مش دواء، ده مش فعال، ده فاكر حضرتك لما قالوا بيعمل فشل كلوي واورام الكبد؟ لا فشل خلينا في فشل كلوي الاول. ونفس الاثنين عدوا على كل القنوات وكانت حمله رهيبه جدا وواضح ضد الدواء. ولو حضرتك تذكر لما العالم كله بدأ يستخدم الدواء بدأوا يعملوا الحملة على مين؟ على اللي دخلوا الدواء لمصر، اللجنة القومية، وكان في حملة ممنهجة ضد أشخاص بعينيه الأطباء اللي بيقودوا العمل في وزارة الصحة وهم أساتذة جامعة وأعضاء في اللجنة القومية، وحضرتك تذكر هذه القصة. فحكاية إن في حد قاعد عارف ان ده انجاز غير عادي وعايز يشوهه ويجهضه او يشوهه، لا المدرسة دي موجودة او الناس دي موجودة، لكن الانجاز واضح وضخم وواضح ووصل للناس لدرجة انه مش عارفين يقفوا قدامه، فتفتق الذهن على ان هم يطلعوا الاشاعة اللي طلعت في رمضان دي، يقول لك ايه اللي بيتعالج بيجيله أورام كبد. طبعا ده كلام لا علاقة له بالعلم، وعايز أبشرهم. أنا كنت في سنغافورة دكتور هشام، والقصة دي نقشت اللي هي إيه الفوائد الطويلة المدى لعلاج فيروس سي، أو إيه الآثار طويلة المدى لعلاج فيروس سي. المفاجأة إيه؟ ان ادوية السوفالدي وشركاها السوفالدي والحاجات اللي طلعت بعد السوفالدي واخوانها او اخواتها تقلل من نسبة اورام الكبد والاورام الاخرى كمان. يعني منشور في 2018 ابحاث كبيرة جدا ذات قيمة علمية كبيرة، خلاصتها انه مش بس الادوية دي بتحوش الفيروسات، لا بتقلل نسبة حدوث الأورام في مرضى تليف الكبد، وليست أورام الكبد فقط والأورام الأخرى، الأورام الليمفاوية ولا مش عارف إيه. اللي بياخد سوفالدي وأدوية لعلاج فيروس سي نسبة حدوث الأورام